إذا مش سيء الورق، خاصة للي بدرسه. شوف إذا في تغيير مكان أو سفر. للناس اللي بيسألوني كتير عن السفر، أنا حاسة كل الناس بدها تسافر، يعني كتير لا أشوف في سفر للناس اللي عم بيستنوا سفر، مش للكل، للبعض منكم. عم بتسافر على فجأة، عم يجيك خبر حلو وعم بتسافر على فجأة، فجأة هيك ما فيش وقت حتى تلحق تضب أغراضك كلهم. في خبر سريع في الموضوع، في ناس معارضين هذا السفر من حواليك، يمكن أهل، لكن أنت متشبث في هاي الفكرة ومنطلق. على قد ما أنت متعلق في أهلك أو في المحيطين حواليك، لكن بنفس الوقت عم بتحس إنه مصلحتك بالسفر، وفي فرصة حلوة بالسفر إذن لبرج الأسد، للناس اللي عم بيستنوا سفر. نشوف العلاقات العاطفية للعزاب والمرتبطين والمنفصلين. العزاب اللي ما عندهم حدا أبدا في حياتهم وعم يستنوا فرصة ارتباط أو حتى حب من برج الأسد. بالنسبة للعزاب، كنت كتير شاغل بالك هذا الموضوع، ما عم تفكر ولا بشي إلا البعض منكم. طبعا ما راح تنطبق على كل الاحتمالات، لكن في البعض منكم كان مش شايف اشي إلا إنه بده يرتبط، بده يوصل للاستقرار العاطفي، أو حتى بده يعني اللي هي مجرد علاقة حب صادقة، مش حتى ارتباط. بتتمنوا إنه تدخلوا، راح تكون هاي الطاقة مسيطرة في احتمال، لكن شوي ضعيف بالنسبة للارتباط. لكن معقول كتير تدخل علاقة حب شخص ممكن يكون من الأقارب، أو هو شخص قريب شوي منك، لكن ما كنت تعرف نوايا، كنت حابب تتأكد من هاي النوايا. ففي حب موجود أساسا، ولكن أنت يمكن مش حاسس أو معتبره إعجاب فقط، ما عم يتطور، لكن هو عم بيكون حب، وعم حابب إنه حتى يعرف عنك كل إشي التفاصيل. عم بيشوف يسأل حدا عنك، بيحاول يعرف مين أهلك، أنت بشو عم بتفكر، بيحاول يفك يعني ألغاز من حولك هذا الشخص، وشايفيته عم بيقرب كتير منك، وعم بتكون في فرصة لدخول علاقة عاطفية، إنه مش كتير فرصة ارتباط، لكن دخول في علاقة عاطفية معقول كتير. وممكن هاي العلاقة العاطفية يعني فيما بعد تولد ارتباط. فإحنا اللي ممكن نوجه هاي العلاقة لأي طريق بتروح. تقدر إنك ترسم خطوط هاي العلاقة من أولها عشان ما تتغلب بالآخر، لكن ما تستعجل الأمور، لأن الشخص الآخر بيحبك، فخلي المبادرة تكون من عنده هو. نشوف بالنسبة للمتزوجين، ورق حلو نوعا ما،
ورق حلو للمتزوجين، ولكن في مشكلة معينة رح تطرأ على العلاقة بيناتكم، وأكنها مشاكل قديمة بترجع تطفو على السطح وترجع بنفس الشكل بنفس، وكأنك أنت مليت من الموضوع من هاي المشاكل، لكن إنها هي في طاقة رجوع إلها. خايفة أحكي لك، بس ممكن هاي المشكلة تكبر، ممكن يتدخلوا فيها أشخاص، فبنصحك إنه إذا في مشكلة تحاول إنك يعني مش تتنازل شوي، لكن غير شوي من تفكيرك، من أسلوبك في التعامل مع الطرف الآخر، أو الطرف الآخر ممكن يعني القراءة تكون عكسية، الطرف الآخر لازم يغير من تفكيره خلال هاي الفترة شهر أيلول، لأنه أنا عم بشوف إنه مشكلة قديمة عم تطلع ترجع في طريقكم، مش مشكلة جديدة. إذن ممكن تكون مشكلة على شخص، مشكلة على بتخص الأولاد، ممكن في ناس مغرضين، في ناس يعني مش ناويين على خير، عم بيعبوا براس الشريك، فبنكون حذرين وبنحاول انه نسيطر اكتر على الشريك، وما نخلي الاطراف الاخرى انها تلعب اي دور. عم بشوف بالنسبة للمادة في وفرة مالية حلوة جاي بالطريق، ويمكن المشكلة اللي انا قلت عليها قبل شوي بسبب المادة، يعني ما كان في فلوس أو كذا، فكان في شوية مشاكل، لأنه الوضع المادي كتير بيأثر على العواطف. إذا ما كان في مادة يمكن يعني تسوء الأمور، بس الحمد لله شايفة وفرة مالية، الأطفال عم بيكونوا سعيدين، عم بتكونوا سعيدين بأولادكم، وكأنه واحد من الأولاد رح يفرحكم بنتيجة حلوة. عم بتحاولي حبيبتي بالنسبة للزوجة البنت، عم بتحاولي انك تغيري من مظهرك ايضا، وبالجوهر بتحاولي تغيري من حالك لحتى تكسبي قلب الشريك زي ما كانت اول العلاقة، فعم ترجعي تستعيدي التألق اللي كان، وتهتمي بنفسك اكتر عم بشوف، لحتى ما تخلي الشريك يبعد، وهاي شغلة حلوة. خلينا نشوف المرتبطين، مش المنفصلين، مرتبطين لكن مش متزوجين. إن شاء الله يطلع الورق أحسن من المتزوجين. خلينا نشوف إذا في نية ارتباط عند الشريك. في نهاية، في نهاية مشاكل بيناتكم عم ترموها ورا ظهركم، وعم تتخلصوا من المشاكل في شهر تموز. الطرف الثاني مندفع ناحيتك، عم بشوفه عم بيحبك بطريقة حلوة، الطريقة مش اللي هي جسدية أو كذا أو على الشكل حب، لا عم بيحب عقلك أكتر، عم بيحب تفكيرك أو ثقافتك أكتر. هذا الإشي عم بيخليه يقرب كتير منك ويحاول يفكر جديا في الموضوع. خلينا نشوف إذا في ممكن زواج. عم بشوف اتخاذ قرار بشأن زواج،
برضو الوفرة المادية عم تطغى، لكن على أنت مش على الطرف الآخر. أنت عم تكون في استقرار مادي خلال الفترة الجاي، عم تكون مبسوط. في نهاية أحزان، في نهاية عزلة، في لكن زواج وارتباط خلال شهر تموز صعب شوي، لكن الأمور ماشية في طريقها الصحيح، والشريك نواياه سليمة تجاهك أنت. هذا لبرج الأسد للمرتبطين. نشوف للمنفصلين ايش الورق بده يحكي لنا، وهل في رجوع قريب بعيد. طبعا احنا بنحكي عن المنفصلين من فترات قصيرة، اللي هي اقل من سنة، 6 أشهر او اقل، ما عم نحكي عن سنين. يعني سنين طاقة بعيد شوي، صعب انه تبين بالورق. إذا بنشوف المطلقين والمنفصلين إيش مستنيهم. عم بشوف برج الأسد عم بفكر كتير بالرجوع، وكأنه في أمل عم يظهر قدامه. في حركشات من الطرف الثاني عم بيحاول يتحركش فيك بشهر أيلو، بشهر تموز يوليو. عم بيكون في طريقه لإلك، أنا شايفة في حياة جديدة. هذا الكرت أنا يعني بعتبره إيجابي. في حياة جديدة عم تستناك. في إذا في في إحنا سألنا عن الرجوع، فشكله في رجوع خلال شهر تموز للناس المنفصلين أو المطلقين من فترات قصيرة. عم بيكون في أبراج ترابية، ممكن يكون جدي أو عذراء، ممكن يكون ناري. هذا البرج من نفس برجك، ممكن يكون أسد أو حمل على الأكثر، وممكن حوت. والمائية بتغلب أكثر، مبينة بثلاث كروت طاقات مائية. ممكن يكون الطرف الآخر من هاي الأبراج. إذا كان من هاي الأبراج الفرصة بتكون أكبر في الرجوع. إذا في رجوع على الأغلب. أها، في من بعد حيرة بالنسبة للشريك، في رجوع. ممكن القراءة تكون عكسية. في ربح، في أمنية راح تتحقق برج الأسد المنفصلين، ممكن تكون لبرج الأسد بشكل عام. في شغلة حلوة عم بتصير بشهر تموز، أكثر من شغلة على أكثر من صعيد. عم تمتلك شخص، يعني شغلة بإيدك، عم تكون بإيدك، وصلت لها خلاص يعني. عم تترك الطاقة القديمة اللي انت كنت فيها، طاقة الحزن، وان شاء الله الفرح يكون حليفك بشهر تموز مبين. خلينا نشوف اذا في نصيحة من الكون تجاهنا لبرج الأسد. نصيحة أنت محتاجها في هاي الفترة. عم بحكي لك اهتم شوي بالأمور المادية.
يمكن عم بتفكر بالعواطف كتير هاي الفترة، فبيقول لك انتبه على حالك، اعمل توازن، فكر بالمادة شوي، لأنها راح تسهل لك أمورك في الحصول على كتير من الأشياء. ما تهتم للعوائق لأنه في خير جاي، ما تشغل بالك في المشاكل لأنه مهما كانت كبيرة أنت في الطريق الصح، وفي شغلات حلوة عم تستناك، ممكن عم يبشرك في سفر أو انتقال من مكان لمكان، أكثر طاقة، يمكن أكثر مادة فيها، أو عند الشريك عم تسافر أو مع الشريك. فهاي كانت نصيحة لبرج الأسد، بتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي.